حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة بريطانية تؤكد الحوثيون المستفيد الوحيد من ترحيل كل عامل يمني من السعودية. بعد عامين من الجريمة، نزلاء دار المسنين بعدن لا يتذكرون تفاصيل الهجوم الإرهابي. متطوعون في أبيان يعيدون الضوء إلى مركز المدينة. روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ نووي يفوق سرعة الصوت. أهلا بكم. عامان مرة منذ قتل أبرياء داخل مبنى يسكنه كبار السن في العاصمة المؤقتة، وقد كان ذلك من أشد الأخبار المنتشرة إيلاما. عدن تايم تتجول في دار الأم تريزا بالذكرى الثانية للمجزرة، وقالت الصحيفة في مثل هذه الأيام ومنذ عامين أقدمت عناصر إرهابية على ارتكاب مجزرة في دار رعاية العجزة والمسنين بمدينة عدن. راح ضحيتها حوالي 16 من الحراسات والعمال في جريمة حظيت باهتمام واسع كون الاعتداء طال أناسا مستضعفين هم بحاجة للرعاية. وبالتزامن مع الذكرى الثانية للمجزرة، زار موفد عدن تايم دار العجزة والمسنين الواقع في مديرية الشيخ عثمان بعدن، حيث لم يعد نزلاء الدار من كبار السن يتذكرون تفاصيل كثيرة حول المجزرة والتي قضت فيها أربع راهبات كاثوليكيات، اثنتان من رواندا والأخريات من الهند وكينيا، بالإضافة إلى طباخ وحراس يمنيين وخمس إثيوبيات، والبقية كانوا من المساعدين المتطوعين. وقال مدير دار رعاية العجزة والمسنين بعدن علي عيدروس عن الدار إنه يتواجد فيه 67 نزيلا موزعين على 3 عنابر، والعمل يسير حسب ميزانية بسيطة يتلقاها الدار من الرئاسة الشرعية بالإضافة إلى دعم بسيط من فاعلي خير. وأضاف عيدروس: نتمنى من الجهات المعنية أن تبادر لبناء عنابر ملحقة بالدار حتى تخفف من الازدحام في 3 العنابر المتواجدة حاليا واعتماد ميزانية لهذه العنابر. استمرار الاعتداءات والاستحداثات يهدد بتعليق الدراسة في عدن. عنوان تصدر إحدى صفحات صحيفة الأيام والتي نقلت عن المجلس التعليمي لمكتب التربية والتعليم بعدن دعوته السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتهم إزاء الاعتداءات المستمرة التي تطال المنشآت والمقرات التعليمية، وآخرها الاستحداثات الإنشائية في بعض مدارس ورياض الأطفال في العاصمة عدن. وقالت صحيفة الأيام إن المجلس التعليمي اجتمع برئاسة خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن لبحث المستجدات الراهنة، وأهمها الرسالة المرفوعة إلى جهات الاختصاص حول الاعتداءات على روضة الشروق في المديرية. وأكد بيان المجلس التعليمي على سرعة إزالة هذه الاستحداثات العشوائية فورا، وتأمين المؤسسات والمنشآت التعليمية من أي اعتداءات مستقبلية. وقال المجلس: ما لم تتم إزالة الاستحداثات فسيتم الإعلان عن عملية احتجاجية تصعيدية من خلال تعليق الدراسة بدءا بمدارس ورياض مديرية المنصورة اعتبارا من يوم الاثنين القادم. وأضاف بيان المجلس: سيتبع ذلك تصعيد آخر في تعليق الدراسة في عموم مدارس وثانويات محافظة عدن كافة. هناك قاعدة مهمة، وهي أن مصادر قوتك إذا استغنيت عنها في حال احتجت إليها ترتد ضدك. هذا جزء من مقال كتبه أحمد الشلفي في موقع الموقع بوست، موجها فيه رسائل إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، مضيفا في أجزاء من المقال: قسوت عليهم قليلا، لكن دعونا نتفق مبدئيا ومن خلال قراءة سياق الأحداث أن الإصلاح يحتاج لأن يكون حالة سياسية ذكية، ولم يستطع أن ينتقل لهذه الحالة برغم مراكماته الكثيرة في السياسة قبل الربيع وبعده، أي في عهد الاستبداد ثم في عهد الثورة على الاستبداد ثم في محاولة دفنه باعتباره أهم محركات الربيع. بمعنى أنك لا تستطيع أن تتخلص من الإصلاح نتيجة لحالة لا يريد ولا يستطيع الوصول إليها. هو حاليا ورغما عنه مثل الغراب الذي كان يريد التحول لطاووس
فلم يستطع أن يتحول لحالته الأولى. لا هو حزب حاليا ولا ثورة سلمية ولا مقاومة مسلحة، طبعا بفعل الظروف بالتأكيد. بالطبع لا تستطيع أن تقول للإصلاحيين هذا الكلام، لأنهم فعلا ضحوا وقدموا الكثير، لكن يتردد الكثير من اللغط الآن داخل قياداتهم وقواعدهم خاصة. مفاده لماذا نستمر في فعل ذلك؟ عموما هم الآن بالتأكيد في مازق ليس من صنعهم فحسب، ولكن من صنع المؤامرة أيضا. تصريح نجيب غانم عن مقتل 12 ألف شهيد من الإصلاح خطير جدا. ليست المسألة في من ربح ومن خسر، فالحرب مسوقها وطني بالتأكيد، ولكن لوهلة قلت هل قيادات الإصلاح عندها مسؤولية تجاه هذا الرقم الهائل والكبير من القتلى؟ قوة الحق هي السبيل لكفاح أي أمة والانتصارها، وأدواتها في السلم والحرب المشترك الوطني تحت سقف الدولة الوطنية أيضا. تصوروا في النهاية يجد الإصلاح نفسه أمام تصريح لبن سلمان الثلاثاء أمام وسائل الإعلام المصرية يقول إنه سيختبر التزامات الإصلاح أمامه بعد 12 ألف قتيل وشراكة، سيختبر التزامهم. تصريح مهين لليمن بكله، لأن الذين يموتون في الأخير منا وعلينا يمنيون أيضا، ومن سيقرر هذا؟ محمد بن سلمان. عندما أنظر للوضع بشكل عام في اليمن، فهناك طموح إيراني تبحث خلاله طهران لنفسها عن موطئ قدم في اليمن، وأعتقد من المنطقي جدا أن ترى السعودية هذا إشكالا أمام الطموحات الإيرانية. بهذه الإجابة يصف السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر المسألة الخارجية للصراع في اليمن، رغم أنه يعتقد في الوقت نفسه أن الحرب داخلية بامتياز، وأن أطراف الحرب ليسوا اثنين وحسب، بل مجموعة تتنافس السلطة المطلقة للهيمنة على اليمن، وهناك أمراء حرب تزداد ثروتهم يوميا في اليمن. ويضيف موقع المصدر أونلاين الذي تابع تصريحات السفير والتي تقول: الحوثيون مهما حاولوا أن يجدوا دعما لهيمنة إيران على المشهد في اليمن، فإنهم لن يجدوا متعاطفا في هذه الوظيفة، ويقصد المبعوث الأممي. ويقول السفير أيضا: متفائل بأننا نرى تقدما في العام الحالي 2018، وليس لأن هناك مبعوثا أمميا جديدا، لكن آمل أن الأطراف المختلفة أدركت بأن استمرار صراع كهذا يدمر البلاد ومستقبلهم أيضا. خبرة يمانية، تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في جزء من المقال: خبرة اليمنيين في التعامل مع الخارج تفوق خبرة الخارج في التعامل معهم، ويتكاد القوى المحلية بسبب إتقانها لبناء التحالفات وإجادتها باللعب على المتناقضات تمتاز بمرونة عالية تمكنها من التعامل مع جميع الأطراف، خصوصا إذا كان هناك أكثر من طرف دولي مهتم بما يجري داخل الساحة المحلية. فها هنا تتجلى العبقرية اليمانية في استغلال المتنافسين، ليس من أجل الكسب المادي وحسب، بل يأتي في المقام الأول الكسب المعنوي المتمثل بإثبات الذات وتأكيد حضورها في صناعة الأحداث وتحريكها، ثم في استنزاف الخصوم والتلاعب عليهم كتأكيد آخر، وإنما بطريقة غير مباشرة، على أنهم أي القوى الأجنبية ليسوا سوى عوامل ثانوية في صناعة الأحداث، بل إن هذا ديدن القوى المحلية في التعامل مع كل سلطة قائمة تخوض الصراع على الحكم. وهذا ما راكم خبرتها خلال قرون عديدة، وأعطاها تجربة ثرية وغنية في إدارة الصراعات المحلية أو مع الخارج. لقد ظلت القوى المحلية تحرز الربح وفق إمكانياتها المحدودة على كل قوة أجنبية تحاول الهيمنة على البلاد، وقد ساعدها على ذلك طبيعة الأرض وتضاريسها الجغرافية التي حالت دون تمكين أي قوة خارجية من التوغل في الداخل اليمني، وكانت المكاسب التي يجنيها الخارج في أغلب الأوقات هي السيطرة المحدودة زماناً ومكاناً على بعض المناطق، بحيث كانت تنحصر مفاعيله داخل بعض المدن الرئيسية بدون ثبات أو استقرار، إذ ظلت الانتفاضات المحلية تهدد بقاءه واستمرار هيمنته على بقية الرقعة اليمنية، ومن أمثلة ذلك الغزو الحبشي والفارسي. إلى موقع عدن الغد الذي عنون حول واحدة من مبادرات الشباب في أبيان، وقال:
متطوعون في زنجبار يعيدون الضوء إلى مركز المدينة. وقال الموقع أن مجموعة من شباب مدينة زنجبار بادروا بإضاءة الشارع العام وسط المدينة. وقال الموقع أن الضوء اختفى عن الشارع منذ 7 سنوات عندما عبث المخربون بمدينة زنجبار. وقال عدني الغد أن الأمر لم يكلفهم الكثير بخلاف السلطة التي سبق لها وعد الأهالي بإعادة الضوء لشوارع زنجبار منذ زمن ولم تفعل. مهندسو الكهرباء من أبناء المدينة قالوا للموقع زنجبار لن يعيدها إلا أبناؤها، وإن أكبر دافع لهم هو رؤية المديريات المجاورة وشوارعها مضيئة بينما العاصمة زنجبار يكسوها الظلام. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. تؤكد أبرز الصحف البريطانية أنه في كل ترحيل لعامل يمني هناك فائدة للمتمردين الحوثيين. وعنونت صحيفة الاندبندنت طرد العمالة اليمنية من السعودية يخدم الحوثي والقاعدة في اليمن. وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في ترجمة نشرها الموقع بوست إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية قد تغذي الصراع في اليمن وتضخم صفوف جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة بالشباب العاطلين عن العمل الذين جرى ترحيلهم. الصحيفة في تقريرها استشهدت بمقال كتبه رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في صحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرة الجماعة في العاصمة صنعاء، والذي رحب فيه بالعمال اليمنيين المرحلين من السعودية، وقال بأن الوظيفة التي تنتظرهم هي الدفاع عن اليمن والانخراط في القواعد العسكرية التابعة لهم. وقال التقرير بأن اليمن وهي الدولة التي تفككت منذ اندلاع الحرب الأهلية منذ 3 أعوام تواجه أزمة جديدة نتيجة قوانين العمل السعودية المصممة للتعامل مع مستويات البطالة المرتفعة في البلاد، وجرى ترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين الذين وصفوا بأنهم المهاجرون غير الشرعيين من المملكة منذ نوفمبر من العام الماضي. ويعلق كاتب التقرير في الصحيفة بيتان ميكرنان على هذا الوضع بالقول إن المملكة العربية السعودية في أمس الحاجة للإصلاح الاقتصادي، ولكن ذلك يمكن أن يكون له تأثير خطير غير متوقع. وذكر بأن إجبار الآلاف من اليمنيين على العودة إلى بلد يقع في قبضة أزمة إنسانية وبدون آفاق اقتصادية قد يدفعهم لالتقاط الأسلحة والانضمام للحوثيين أو القاعدة، وهما الجماعتان اللتان تعتبران تدفق الشباب العاطل عن العمل فرصة توظيف رئيسية لهما. وتشير الصحيفة إلى أن إحصائيات وزارة الداخلية السعودية أظهرت أن 65% ممن تم ترحيلهم من السعودية هم يمنيون، وذكرت أن ذلك يعني أن 100,000 يمني قد تم إعادتهم لليمن، بينما ينتظر 130,000 آخرون مصيرا مماثلا. وتنقل الصحيفة عن شيرين طرابلسي وهي زميلة أبحاث في معهد التنمية لما وراء البحار قولها إن ركل اليمنيين يظهر كيف أن كل وعود المساعدة والإصلاح ليست سوى عملية لصقل الصور حتى يتمكنوا من الاستمرار على النحو المعتاد على الأرض. غياب الحرية في الواقع العربي سيسبب في المستقبل ثورات وعنفا ونزاعات وأزمات سياسية واستقالة حكومات وسقوط أنظمة. هذا مقتطف من مقال كتبه شفيق الغبرة ونشرته صحيفة الوطن مضيفا الحرية التي تمنحها دولة من الدول لمجتمع أو لأفراد والتي يجب أن تشمل كل فئاته هي حرية يمكن سحبها بقرار مفاجئ، فالحرية لتنجح تتطلب مؤسسات تمنع الدولة أو فئة من المجتمع من الاعتداء على مواطن أو مواطنين وسحب حقوقهم أو التدخل بحريتهم.
والحرية لا قيمة لها إن لم تتثبت وتتجذر عبر دستور وقوانين واضحة وقضاء مستقل وهيئات ومؤسسات مدنية تدعمها وتؤكدها. وتؤكد التجربة الإنسانية بأن الحقوق التي تمنح من الأعلى لا يمكن أن تصمد إن لم تعززها القيم القانونية والقضائية ومؤسسات المجتمع ذات القدرة على إيقاف عملية التراجع عن الحريات والحقوق بجرة قلم. إن محاولة قتل السياسة والمساحة العامة هي أحد أهم مسببات المشكلة العربية مع الحرية، لأنها تعني غياب نقاش وطني حول الشؤون الاجتماعية والإدارية والاقتصادية وحول الفساد وأثره وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وطريقة الحكم وقرار الحرب وقرار السلم والتفاوض. إن تفادي النقاش المفتوح سلم الدولة للجنة صغيرة، أي الدولة العميقة إن صح التعبير، التي تدير البلاد وفق منظورها الأمني الخاص. الدولة العميقة في العالم العربي تعبير عن حالة احتكار واستحواذ واستخدام للقوة الأمنية والجيوش ضد المجتمع أو فئات منه. إن جوهر الحرية وأساسها سياسي، وذلك لأن السلطة السياسية تمتلك أدوات عقابية وأمنية وعسكرية، ولديها الاحتكار الأكبر لوسائل العنف في المجتمع، وبالتالي إن لم يستطع الفرد المواطن نقض سلطة الدولة والحد من صلاحياتها فحريته معرضة للمصادرة. لهذا بالتحديد برز في التاريخ الإنساني السعي للحد من صلاحيات الدولة والحكومة بهدف حماية المجتمع من سوء استخدام السلطة لصلاحياتها. إن قوة كل دولة وحكومة تتطلب تحديداً لمداها. تتحدث صحيفة بريطانية عن معلمة يمنية تستمع إلى قصص أطفال حاربوا في صفوف ميليشيات الحوثي، وحين تتأثر تترك الفصل الدراسي وتخرج لتبكي. وقالت صحيفة الديلي تيليغراف إن نبيلة علي الحمادي، وهي معلمة في مدرسة تقوم بتقديم المشورة في مركز تأهيل الأطفال العائدين من الحرب بمأرب، وتقول: يمكن أن تكون الآثار عنيفة على الأطفال الذين يعانون من أحلام سيئة، وبعضهم لا يستمع لهم أحد في بعض الأحيان. عندما أرى هؤلاء الأطفال وكان علي تقييمهم، أوقف المقابلات وأخرج وأبكي. وتسرد الصحيفة قصة طفل يمني اسمه عبد الفتاح، كان في صفوف الحوثيين قبل أن يبقى في مركز تأهيل الأطفال، وقال للصحيفة إن مشرف الحوثيين أخبره أنه لن يقاتل في بادئ الأمر، وبدلا من ذلك سيقوم بحمل الذخيرة إلى المقاتلين وانتشال جثث القتلى، ورغم أنه كان في الإمداد إلا أنه تعرض لويلات الصراع، وقد قتل أحد الجنود بجواره بقذائف صاروخية. قالت روسيا، وكما أورد موقع شبكة البي بي سي، إنها أطلقت بنجاح صاروخا يفوق سرعة الصوت كأحد الأسلحة ذات القدرة النووية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الحالي. وزارة الدفاع الروسية عرضت لقطات مصورة تظهر عملية انفصال الصاروخ من طائرة مقاتلة طراز ميج 31، وأضافت الوزارة أن الصاروخ أصاب الهدف المقصود، ويقال إن الصاروخ تفوق سرعته 10 مرات سرعة الصوت، ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر. ذهبت مع صديقاتها لحفلة وداع عزوبية في دبي وقتلنا قبل زفافها. موقع الهاف بوست يكشف عن هوية ضحايا الطائرة التركية التي سقطت في إيران. الطائرة كانت تقل مينا بشاران 28 عاما، ابنة رجل الأعمال حسين بشاران، وسبعا من صديقاتها ومضيفة وقائدي الطائرة. يضيف الموقع: مينا وصديقاتها كن عائدات من مدينة دبي، حيث أقمنا حفلة وداع عزوبية، إذ كان من المقرر إقامة حفل زفاف الفتاة مينا الشهر القادم. الهلال الأحمر التركي نشر قائمة تضم أسماء 8 ركاب للطائرة، شملت اسم بشاران وصديقاتها، وأشار إلى أن فرق الإسعاف الإيرانية تحاول الوصول إلى موقع سقوط الطائرة، لكن هذا الأمر يتطلب 3 إلى 4 ساعات بسبب الأحوال الجوية السيئة في تلك المنطقة. وفي أول تعليق من الإمارات على حادثة سقوط الطائرة التركية الخاصة التي أقلعت من أراضيها، قال مصدر في الهيئة العامة للطيران المدني إن الطائرة التي تحطمت فوق الأجواء الإيرانية وهي في طريقها إلى اسطنبول
ليست مسجلة في الإمارات. وأشار المصدر في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم إلى أن الجهات التي ستتولى التحقيق هي بلد التسجيل والدولة التي وقعت فيها الحادثة إلى جانب الشركة المصنعة وفقا لمعايير منظمة إيكاو. القنبلة الموقوتة في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان أعادت صحيفة الغد نشر تحليل لمركز التنبؤات الاستراتيجية ستراتفور جاء فيه: إذا فشلت الدول في توفير الوظائف التي يريدها شبابها أو يحتاجونها، فإن الشباب يمكن أن يتحولوا نحو الأيديولوجيات الأكثر تطرفاً للحصول على إجابات، وسوف يجد المتشددون الدينيون الكثير من المجندين في صفوف العاطلين عن العمل كما كان لديهم دائماً. ومع ذلك ليس الإرهاب هو التهديد الوحيد. تعمل بعض الدول مثل السعودية بنشاط على تشجيع مجتمع أكثر انفتاحاً في محاولة لإغراء المستثمرين والاستفادة من قواها العاملة النسائية وغرس ثقافة تتقبل الابتكار والإبداع، لكن هذا الانفتاح إذا لم يجلب الازدهار فإن المحافظين المتشددين الذين دأبوا طويلاً على القول بأن الخلاص لا يكمن في محفظة النقود وإنما في النصوص المقدسة ربما يكسبون اليد السياسية العليا مما يسمح لهم بتهميش الإصلاحيين. في الوقت الراهن ثمة القليل من الشهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكرار خبرة الربيع العربي، لكن المطالبة بالتغيير على مدى العقد المقبل سوف تزداد إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلات البطالة بين 5 ملايين شاب ممن سيدخلون سوق العمل هذا العام. وبينما يعاني العاطلون عن العمل عاما بعد عام من سوء آفاق العمل، فإنهم سيستنطقون الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي وعدت بتقديم الحلول بلا نهاية، لكنها فشلت مع ذلك في تقديم مستوى مقبول للعيش. وبشكل حتمي سوف يؤدي الافتقار إلى الحلول إلى إثارة الاحتجاجات وربما إلى التمرد، ومع نفاد الوقت من دون إيجاد حل ربما تصبح الثورة أكبر رب عمل للشباب العرب في المستقبل غير البعيد. تناقضات السلم والحرب وثقتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف في صور معبرة توصل جزءا يسيرا من أمل أصحابها، أو ربما الطريق الأوحش للحرب الذي أجبروا على سلوكه. نتابعوا معا هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.